بعدما كانت في عزلة تامة وهي على مرمى حجر من عاصمة الولاية إليزي، مشاريع هامة استفادت منها منطقة مستني، بدءا بشق طريق معبد وتوزيع حصة معتبرة من السكن الريفي. ندروا أفا نكنفا ندروا ما نقدروا نقدروا برقة ولا لا لا ياسي هنانا وصلنا الخريو هنانا ويهوسيا نومال نجون نوساس نجون نهراج نضان نهاتيها ينكانو ويا نغدا ما نريوه ويا نغد كل شيء يسنا كلوانا. اول حاجه القدرو جانا وفرحنا شويه وقال جايين الماء وجايين الديار راهم يخطط فيهم. مشاريع مماثلة للطرق المزدوجة والتهيئة الحضرية تعرفها مختلف أحياء بلدية إليزي تحسينا للإطار المعيشي للمواطن. منطقة مسني هي بعض السكنات التي كانت تعيش في عزلة، فتحنا لها الطريق وعدناهم باش نعطوهم سكنات ريفية، وهذا هما رانا انطلقنا فيهم وعطيناهم الشهادات الاستفادة ل 14 مستفيد كدفعة أولى، وحولنا لهم الماء من البئر. تم إعطاء الإشارة للانطلاق إلى بعض المشاريع على مستوى التجزئة الريفية التي كانت منعدمة بها بعض الشبكات، تم تخصيص عدة أغلفة مالية للتكفل بتهيئتها موجهة لشبكات الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الغاز والطرقات. هي إذن مشاريع مهمة، ويبقى على المواطن التحلي بالسلوك الحضري للمحافظة على المحيط.